أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى دوما لتعزيز واستدامة القطاعين التجاري والصناعي ونمو إسهاماتهما في الناتج المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. ونوه الزياني بأهمية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة ورسم مستقبل واعد يقف على قاعدة صلبة لمواجهة كافة التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة الموقرة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى تقليص المصروفات التشغيلية. وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية التطوير العقاري البحرينية مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ دراسة شاملة للتحديات والصعوبات والمحفزات لهذا القطاع العقاري في المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للسوق العقارية بعد جائحة كورونا، وذلك تمهيدا لرفع الدراسة إلى الجهات المعنية. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر مايو من العام 2020، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة أدنوت تبرمو اتفاقا مع ائتلاف يضم عددا من كبار المستثمرين العالميين. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1280 نقطة بارتفاع بنسبة 12%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,671,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 546,000 دينار تم تنفيذها من خلال 41 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما مشاهدينا، بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت معظمها في المنطقة الخضراء كما نشاهد، وتصدرت الارتفاعات سوق دبي المالية التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.5% تقريبا. أعلنت شركة مطار البحرين تطبيق المزيد من الإجراءات السلامة والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب وكوادر العمل بمبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي. وتأتي إرشادات شؤون الطيران المدني تماشياً مع آخر التوجيهات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو لمكافحة فيروس كورونا، ودعما للإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة بالمملكة.
بادر بنك البحرين الوطني مؤخرا بتجديد مساهمته لمؤسسة إنجاز البحرين ومؤسسة المبرة الخليفية، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البحرين الوطني بدعم تنمية الشباب في المملكة، حيث قدم البنك مساهمة مالية جديدة لمؤسسة إنجاز البحرين التي تهدف لتحفيز وإلهام الشباب البحريني وتمكينهم اقتصاديا ليكونوا أكثر استعدادا لمواكبة تحديات الأعمال. شرعت شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم كارمكو التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها بدور تحويلي في صياغة جدول الأعمال الخاص بالمناخ من خلال مبادرة كارمكو الخضراء التي تمهد الطريق لتوجيه رؤية الشركة باتجاه ملموس لمستقبل مستدام. وقد تمت الإشادة بالشركة لضخها ضوابط بيئية أكثر صرامة عبر عملياتها، ليس فقط في استخدام المزيد من الخردة ولكن أيضا في تعزيز إعادة التدوير كضرورة استراتيجية. أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبي كورب، وهي مؤسسة مالية تنموية معتمدة الأطراف، قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمنحها تصنيف AA عن الديون طويلة الأجل بنظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت وكالة فيتش أن هذا التصنيف يعود بشكل رئيسي إلى الرسملة المرتفعة وقوة السيولة وتدني معدلات المخاطر للشركة، علاوة على مستوى المخاطر المتوسط لبيئة الأعمال التي تتأثر بها. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عددا من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات. وبحسب الاتفاقية التي نشرت وكالة أنباء الإمارات تفاصيلها، سيستثمر مبلغ 20 مليارا و700 ألف دولار في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك بموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم. وسيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز التي تم إنشاؤها حديثاً.